وانا مش قادر اتكلم في الفيديو عن الاب والام، وابويا وامي ما يجوش في دماغي، مش قادر. الفيديو ده جميل، الفيديو ده رائع، الفيديو ده ما حصلش. عارفين ليه؟ عشان هتكلم على احلى حاجة في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. في واحد ابن حلال كده كان ماشي في الحرم المكي، فشاف منظر كده فجزاه الله خيرا صوره. في الفيديو ده هنعلق على الفيديو ده تعليقات بسيطة كده. في الاول خش بالانترو. فيديو عظيم، فيديو ما حصلش. قبل ما اتكلم وقبل ما اقول اي حاجه، لان جوايا كلام كتير جدا عايز اقوله وعايز اوصله، وانت لازم تركز معايا. خلونا في البدايه نشوف الفيديو وتعالوا نتفرج عليه مع بعض. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الفيديو ده عظيم، الفيديو ده ما حصلش، اقسم بالله. الراجل اللي في الفيديو ده عرف طريق الجنة، السهم بتاعه أصاب. الراجل ده زي ما بنقول كده بالبلدي لعبها صح، أثر على نفسه دنيا بحالها، وسهل على نفسه آخرة بحالها. الراجل ده ربنا يبارك له. الفيديو ده سبحان الله وكأنه رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لأي واحد فينا فقد البوصلة بتاعته في نص الطريق. ده طريق الجنة، انت رايح فين؟ اوعى تتلهي بالدنيا وبفلوسها وشغلها وكل اللي فيها وتنسى اللي منك، تنسى أصلك، تنسى أبوك وأمك. اوعى. على طول بيحضرني دلوقتي الناس اللي معرفش عملوها ازاي، وأول ما قلبهم بيقسى على أبوهم وأمهم. انتوا ما بتفهموش، انتوا ماشيين غلط. ليس من هنا الجنة، الجنة هنا. لما واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أسألك الجنة، أعمل إيه علشان أدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له إلزم قدم أمك فثم الجنة. وإذا كان أوسع الطرق اللي بتودي للجنة هي الأم، فأقسم بالله أوسع باب وأسهل باب ممكن تدخل منه للجنة هو الأب. روح على رجل أبوك وعلى إيد أبوك وعلى رأس أبوك، وانت روحي على إيد أبوك وعلى رجل أبوك وعلى رأس أبوك دلوقتي وبسوحة. انتوا متعرفوش الإيد دي والرأس دي تعبت قد إيه، والإيد دي تعبت قد إيه، والعينين دي والقلب ده شاف إيه علشان انتوا تبقوا في اللي فيه دلوقتي. انتوا متعرفوش، ما يعرفش إلا اللي شاف أبوه في مرة بيتهان، إلا اللي شاف أمه مرة ضايقة المر علشانه، ما يعرفش ده أبدا إلا اللي عاشه. روحوا دلوقتي تقول لهم شكرا، شكرا علشان انت امي، وشكرا علشان انت ابويا، شكرا ليكوا. واوعى اوعى تتخيل في يوم من الايام، اوعى في لحظه كده يخطر على بالك ان علشان 1000 جنيه بتديها لهم كل اخر شهر وخدمه بتعملها لهم او مقعدهم معاك في بيتهم اللي انت مسميه بيتك، اوعى اوعى تتخيل للحظة ان انت كده بترد الجميل. لما راح واحد لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا امير المؤمنين حملت امي على ظهري وحججت بها، عمل كل مناسك الحج وامه على كتفه، فهل يا امير المؤمنين اعطيتها حقها؟ فامير المؤمنين انتفض من مكانه وقال له والله ما وفيتها حقها ولو طلقة واحدة من طلقات الولادة، ولو طلقة واحدة بس باللي انت عملته ده، انت ما اديتهاش حق طلقة واحدة من طلقات الولادة. الاب والام اوعوا تضلوا الطريق وتظنوا في لحظة ان ممكن الجنة تخشها وانت مزعل ابوك او غاضب امك او مقاطع. يا لهوي لما بسمع واحد جاي يشتكي يقول ده انا مقاطع ابويا بقالي 3 سنين،
يا لهوي بجد بجد، يعني انا مش عارف يا لهوي صح ولا غلط، بس فعلا كارثه كارثه. خاب وخسر، يا لهوي كبيره كبيره، اقسم بالله النبي بيقول خاب وخسر. من ادرك ابويه احدهما او كلاهما عند الكبر ولم يغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم بيستعجب، والاستعجاب جاب دعوه بالخيبه والخسران على واحد عاشر وعاش مع ابوه امه ولم يغفر له. اوعى اوعى تضيع الفرصه دي من ايدك، اقسم بالله انت معاك اسهل طريق للجنة ومعاك اوسع باب في الجنة، اوعى تضيع الفرصة دي. بستغرب اقسم بالله في اللي مفرطين في ابوهم وامهم، ولا حتى يا اخي مكالمة اتصال، طمن يا ابويا انت عامل ايه، انت كويس، صحتك عاملة ايه، يا امي طمنيني اخبارك ايه، عاملة ايه، اتصال واحد. خاب وخسر، من ادرك ابويه احدهما او كلاهما عند الكبر ولم يغفر له. ما بالك ما بالك ان اللي بيدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هتشوف بركة ولا هتشوف نجاح ولا هتشوف فلاح ولا هتشوف حاجة حلوة في حياتك طول ما أصلك انت مفرط فيه، طول ما اللي منك انت مزعلهم. اللي منك ايه؟ اللي انت منهم، اللي انت ما افهم وعقل الموضوع صح. اوعى تتخيل ان علشان مشكلة حصلت انت كده معذور، علشان ما قطع ابوك وامك ده انت بدل الجزمة تحت رجليهم، وانت بدل الجزمة تحت رجليهم، والجزمة تحطها جوه بقك وتسكت، ولو جاب جزمة تالتة وضربك بيها تسكت. ده ابوك، دي امك، انت نسيتي دي امك، دي ده ابوكي. لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما قلتلكوا الفيديو ده اعتبره رسالة من ربنا ليك سبحانه وتعالى، علشان تعدل البوصلة بتاعتك في الحياة وتبدأ ترتب اولوياتك. مين قبل مين؟ اخوك؟ ربنا يدي الصحة لوالدك ولوالدتك لو كانوا على وش الدنيا، ويجيبوا لك غيره. زوجتك تتعوض، اختك تتعوض، صاحبك يوهو مفيش اكتر منهم، بيروحوا وييجوا زي الفلوس بالظبط، بيتعوضوا. اي حاجه في الدنيا بتتعوض الا الاب والام. لازم تقعد بعد الفيديو ده قاعده ترتب فيها اولوياتك، ورقم واحد في حياتك بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله ابويا وامي، ده رقم واحد، رقم واحد. يا رب يا رب اكرمهم كما اكرمونا، يا رب اثرهم كما اثرونا. اللهم من كان منهم حيا فوفقه لكل خير، ومن كان منهم ميتا فاغفر له واعف عنه يا رب العالمين. اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا، وبالسوء عفوا وغفرانا. يا رب يا رب تعبوا علشاننا جدا أقسم بالله، طلع عينيهم في الدنيا علشاننا جدا أقسم بالله، شافوا المر في الدنيا دي علشاننا أقسم بالله. يا رب يا رب اللي عايش منهم اكرمه، ابسطه، وفقه، ريحه يا رب، ريح قلبه وريح بدنه. واللي مات منهم ارحمه يا رب برحمتك، اغفر له، اكرم نزله. يا رب عاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب أبويا وأمي وأبو وأم كل واحد دلوقتي يا رب بيشوف الفيديو ده، يا رب احفظهم بحفظك، ورعهم برعايتك يا رب يا رب يا رب، ملناش غيرهم في الدنيا دي. قول لي يا فالح، امتى اخر مره دعيت لامك وابوك وانت بتصلي؟ والله محتاج تعدل اولوياتك وتعدل البوصله بتاعتك في الحياه والله. لو كانت اجابتك مش فاكر، من سنه من شهر مش فاكر، انما اللي هيقول دلوقتي على طول في الصلاه اللي قبل ما اشوف الفيديو فيها، انت يا ابني ماشي صح، كمل. خلي بالك، ورساله ليك يا اللي بتشوفني دلوقتي، بالله عليك بالله عليك لو ابوك وامك عايشين خلي بالك منهم، بالله عليك خلي بالك منهم. ولو ابوك وامك ربنا توفاهم، بالله عليك اوعى تنساهم من الدعاء، دعائك ده بيرفع درجتهم في الجنه. بس مش عارف اقول ايه تاني، او مش عارف اطلع اللي جوايا بهدوء تاني، مش عارف. فخليني انهي الفيديو على كده، مش عارف هو الفيديو هيطلع قد ايه، بس تقريبا هيبقى طويل شويتين، بس ربنا يتقبل يا رب، والله ربنا يتقبل يا رب، ربنا يتقبل يا رب، ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ ابائنا وامهاتنا، اللهم امين. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، سلام عليكم.